بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مقابله يعني كانت مليحه وايزون براتيكي دي بو فوتبول. الطاقم تما الفني مدينا لهم دو جور بور بيان روبوزي، والحمد لله دوكا راحين ننطميو لا ريبريز تاعنا. عندنا كالكو غيابات بوتاتر، يا دي جوار اللي كانوا بليسي مازلنا ما شفناهمش. اون فون طامي لا بريباراسيون تاعنا كعاديا كتو لي ماتش. ماتش كيلا تاعنا ديجا عندنا احنا 22 ولا 23 جوار توجور سي راهم يتداولوا على المراكز، والحمد لله عندنا بون افكتيف رانا نجيريو فيها كل، وان شاء الله تو الموند اي سون اون تران دو دوني ساتيسفاكسيون. الحمد لله الواحد واش يتمنى كطاقم فني، يتمنى دائما لي جوار الكل يكونوا في فورما واحده، والحمد لله هاد الحاجه يعني في وفاق سطيف كاينه. نو صافي 3 سيمانة والله احنا اللي عندنا هذه المشاكل مع الفريق الوطني يعيطوا لي جوار تاعنا. ديجا لا بروميير سيمان عقبناها بسي جوار خاصين، لا دوزيام سيمان افيك 5 جوار، و 7 سيمان اون فا ايسيي ان شاء الله هم عيطوا لدو جوار ولا 3. اي اون ميم طو عندنا كيكو بوبو، يعني سي با دي بليسور غراف، كيكو بوبو بليس لي زيسبوار اللي كانوا ينطرنيو معنا 4 رجعناهم لي زيسبوار باسكو يبريباريو لو ماتش دو كوب تاعهم كونتر لا جي اس كا. يعني التعداد يكون كيما لي سيمان باسي ولو بلو نورمالمون بوسيبل، وان شاء الله اون فاي سي دو لي بريباري بور لو ماتش هذا تاع سيري. احنا يا اخي هضرنا لافاس روتور تاعنا، اون ديسيدي افيك تو لو جروب طاقم فني واداري وتو لي جوار، اون ديسيدي باللي كي نروحوا ليكستيريور نروحوا بور غاني، ولا ما ربحناش او مور نروحوا افيك نول. وهذه هي يعني الطريقه اللي رانا وسمو الحمد لله اون ريوسي بور لو مومون. اون ريوسي في لي 3 ماتش اللي خرجنا جبنا 2 ماتش فيكتوار، واحد درناه نول كونتر لا جي اس كا، اون فايسي دو رامني لي بوان هذو. احنا ثاني لازمنا بوكو دو بوان باش نحطوا رواحنا الابري دو على لي مات، سورتو المولوديه واليسمى عندهم دي مات روتار، باش نكونوا الابري ان شاء الله. بالعباس يعني رانا ب9 نقاط يعني بعد عليهم، يعني هما لاعبين المباراه كاملين. ماشي مشكل بور بالعباس، المشكل هو راهو في اليسمى والمولوديه اللي عندهم 4 مقابلات المولوديه روتار، واليسمى عندهم 3 مات روتار، هما اللي يعني شكلوا خطر علينا. وحنا الفوتبول هذا ما فيهش الامان. انا بور مو ان شاء الله نكونتينيو في لا ديناميك دي فيكتوار ان شاء الله، حتى ان شاء الله تكون شامبيونا 100% ان شاء الله. ما هذا مشكل دائما، احنا طاقم فني ماشي مشكل تاعنا، هو لا ديسبلين سي الاداره اللي دير لا ديسبلين. احنا نديروا التقرير تاعنا، والاداره هي كي ديسيد اسكو يرجعوا ما يرجعوش، يديروا لهم سانكسيون ما يديروا لهم سانكسيون. هما لاعبين تاعنا يعني اون ا بيزوان دو تو الموند بور لو مومون، باسكو اون ا بوكو دو جوار اللي يروحوا الفريق الوطني، دي جوار تعبانين يعني من لا فاز روتور هما يلعبوا. اون ا بيزوان دو تو الموند، مي ما نسمحوش لي جوار نيمبورت لو كي من لي جوار هذو، ما نسمحوا لحتى واحد يغلط في حق الوفاق. هذا حق الوفاق، وان شاء الله نتمنى ما تزيدش تعاود هذا، ما تزيدش تكرر هذه المشاكل مره. وراهم اولادنا ولازم الاداره تعاقبهم، وان شاء الله يرجعوا كل هذو لي جوار تاعنا. اون بيزوان دو تو الموند. السلام عليكم. المقابله ضد فريق نصر حسين داي كانت مقابله صعيبه، يعني احنا كانت عندنا الاراده وبفضل الدعم تاع الجمهور تاعنا يعني حضرنا لها كما ينبغي. الحمد لله تحصلنا على 3 نقاط اللي فرحنا بهم الانصار تاعنا. يعني شعوري كاي لاعب يعني يكون فريق جديد يعني، وكاي مهاجم ينتظر يعني الهدف الاول يسجله مع الفريق. الحمد لله يعني بفضل مساعده يعني الطاقم الفني واللاعبين والانصار كذلك ادت دوري، وراني فرحان بزاف باول اهدافي مع وفاق سطيف. ان شاء الله ان شاء الله يكون نوديك ليك ان شاء الله. والله يا اخي واش راح نقول لك، ماشي روفونج ولا يعني فريقي سابق، وكما نقولوا الانصار اللي مريت معاهم فتره مليحه، يعني عندي دي بون سوفونير في هذاك الملعب. ان شاء الله ان شاء الله نكون في حسن ظن الانصار تاعنا، هذا هو الاهم. صحيح رانا فارق 9 نقاط، لكن كرة القدم يعني فيها كل المفاجآت. احنا نوصلوا بهذه العزيمة وهذه الإرادة ونحافظوا على سلسلة الانتصارات الإيجابية، إن شاء الله باش ناخذوا البطولة بفارق مريح وكبير إن شاء الله. نقول لهم نشكركم كثير
وانتم اللاعب رقم 12 يعني في الميدان، ان شاء الله نقول لهم واصلوا معنا بهاد الاجواء اللي راكم تعملوها اجواء عالميه، وان شاء الله في نهايه الموسم نفرحوا بلقب او لقبين على الاقل ان شاء الله. المباراه كانت صعيبه، حققنا نتيجه ايجابيه وكنا افيكاس في الماتش تاعنا، ربحنا باربعه اهداف وسجلنا الاهداف والافيكاسيتي كانت كاينه. النهد جاي يلعب، جا باش يدير نتيجه ايجابيه بعد كاع النتائج اللي تحصل عليها. سينا المباراه بيان، شفتوا كان عرس كبير، السيبورتير كانوا معانا، ساندونا حتى الدقيقه الاخيره، وجيسبر فرحناهم ان شاء الله. بيان سور بيان سور، ما يخفالكش بديت ما كنتش تيتولار مع البديه، ودروك عندي الثقه تاع الزملاء تاعي والثقه تاع خير الدين مدوي، نظن راني نطلع في لي ماتش، راني طلع في الريتم تاني، كنت ناقش فيها كومبيتيسيون تاني فيزيكمون تاني، مع لي ماتش تجي ان شاء الله. الغيابات ان شاء الله ما راحش ياثروا علينا، باسكو كانوا كاينين ديجا الغيابات قبل الماتش تاع بيتنا وقبل الماتش تاع السي ار بي، رانا معودين. وفاق ستيف وفاق كبير، لاعب عفوا فريق كبير، نحضروا كيما كاع المباريات تاعنا، وما نشوفوش لي زوت ريزولتا تاعنا، نحضروا المباراه تاعنا باش نجيبوا نتيجه ايجابيه ونحققوا النتائج المسطره مع الطاقم الفني. حنا تفاهمنا ما نضيعوش نقاط في الملعب تاعنا في الويماي، ونسيو نجيبوا نتائج ايجابيه، الا ما ربحناش نسيو نلعبوا نجيبوا الماتش نون سير ان شاء الله. باسكو ما يخفالكش شباب بالوزداد عنده فريق كبير، وزيد عنده هذه الخطره يكون بمعنويات كبيره، وراح يلعب في ملعبه، ونظن انه كي على باله بلي الوفاق راه جاي يلعب عنده يكون متحمس كثير، باسكو رانا في الصداره. قلت لك كيما قلت لك، حنا كل مقابلات ستكون نهائيه، المباراه تاعنا كلها ستكون نهائيه، ما علينا غير نركزوا على الماتش تاعنا ونسيو نلعبوا لعبنا ونجيبوا النتيجه ايجابيه ان شاء الله. بون، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كانت فيكتوار ميريتي، كنا نستاهلوا نربحوا كيما شت ريزلتا، كانت شغل براحه، كنا بكاطا دو ما وين دخلنا بريمي طون ماركينا دو بيت، كانوا سهلوا لنا. دوزيام طون زدنا دخلنا ماركينا في افروا في دو بيت دوزيام طون، وين قتلنا الماتش الحمد لله. واحد جروب او بيان، لي جوار تاعهم صحه، راهم يديروا في خدمه كبيره، مام ستاف مام الشعب يعطيه الصحه، اللي كان كشت فرجه متعه، واحد صافي بليزير يلعب دي ماتش هكا باري. احنا ريزيطا هذه كانت لازم علينا نحققوا ثلاث نقاط هذو اللي خليونا نكملوا رائد في البطوله وباريحيه بفريق اللي راهو على ثاني المهم بالعباس، اللي رانا فريق مريحين، رانا فريق بعيد بالك دي بوان 9 بوان، الحمد لله يا ربي. والله احنا مقابله كيما مقابلات الاخرين، واحد راه على السير بي باش يربح، باش ما يحبش السلسله تاع الانتصارات اللي راهي. رانا في ريزلتا بوزيتيف دائما، ديجا رانا في 11 ماتش ما خسرناش الحمد لله، واحد سيكمل في لي ريزلتا هادو بوزيتيف. ميم سير بي احنا عارفين واش كاين، انا عارفين المهمه اللي تسنى فينا، مهمه صعيبه ماشي سهله، حنا نديروا اليوتيوب باش نجيبوا ريزيطا بوزيتيف، لما لا 3 بوان ان شاء الله الا كتب ربي. استمو حنا كتو الغيابات الاصابات اللي يضربوا في الفريق تاعنا، مي بون حنا عندنا 22 لاعب، حنا نسحقوهم كامل ان شاء الله. ما نظنش الاصابه تاع ناجي ولا تاع مقران ولا تاع بكير اللي راح ضرنا، حنا عندنا جروب سوليد الحمد لله، عندنا ولاد فاميليا يخدموا، واللي يدخل ان شاء الله يقدم الاضافه نعاونوهم. حنا بالك انا لاعبين دي ماتش، ولا انا كومبيتيتيف، كاين اللي مون كومبيتيسيون، ان شاء الله يدخل يدير ان بون ماتش ان شاء الله يعاوننا باش نجيبوا ريزيلتا مسير بي، وهكا نتعاونوا باش الجروب كاع يشارك في هذا المسيره تاع اللي دارتها وفاق ستيفسنا ان شاء الله. ما اثرش عليا، ديجا مدرب ويشوف اللي راهم اون فون في الشامبيونا، مانيش عارف انا بالك يشوف فينا ماشي اون فورم. حنايا الحمد لله حنا واحد يخدم ويعاون في الفريق تاعو، حنا نسترزقوا من هذا الفريق، انا نخدموا في الفريق في الوفاق سطيف، في وفاق سطيف، واحد هذيك ليك ناسيونال صافي بليزير، واحد يتمنى يمثل الالوان الوطنيه، ما كاش استدعاء نورمال، ما حياثر عليا عادي، انا ضارب نورمال ماذا بينا، واحد دو فاسون واحد كيما قلت يخدم باش ان شاء الله يلحق وين بالك النيفو تاعهم ام اون فورم علينا، نلحقوا حنا في لا فورم ان شاء الله، نيما لا نروحوا نلعبوا دي ماتش ولا ان شاء الله، ما كان حتى مشكل هذه. والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نظن راح تكون تحضيرات عاديه جدا،
تقريبا المباراة الأخيرة هذه لعبناها خلاتنا يعني نسترجع واحد الحيوية، يعني كل أسبوع بنفس الحيوية بنفس النشاط، راح نحضرها كما ينبغي. في بعض الغيابات اللي راح تكون مؤثرة جدا في الفريق، ولكن يعني متعودين على هذا الشيء ولازم نعمله ويعني نتأقلموا مع الوضع. على كل حال المباراة راح تكون صعبة خاصة أمام شباب بلوزداد، لفريق لحد الآن قائم بنظن مسيرة ومشوار لا بأس به في الدوري، وراح تكون مباراة قوية مثل كل المباريات اللي لعبناها لحد الآن اللي وضعناها في خانة أنها راح تكون مباراة كأس. إن شاء الله إن شاء الله نكونوا في الموعد وإن شاء الله ما يكونوش إصابات، على الأقل نسترجع لاعب أو لاعبين قبل المباراة هذه. ما عندناش حل مع الغيابات، هي منتظرة يعني. على كل حال لما يكونوا عندك العديد من الإصابات تحاول أنك على الأقل ترجع هذو اللاعبين للمنافسة أو حتى للتمارين. ماهيش إصابات كبيرة إلا إصابة أمادا اللي نظن كانت شوية بالغة، وراح يعود تقريبا هذا الأسبوع إن شاء الله يعود للتدريبات، والأخرين نظن راح تكون فرصة لبعض اللاعبين اللي ما لعبوش المباراة السابقة، ونحاولوا أنه على الأقل نحافظ على 60 إلى 70% من التشكيلة اللي راهي تلعب دائما هذه المباريات. والله احنا والله ذوك الوضع مختلف، إذا كان عندك العديد من الإصابات ويزيد المنتخب يدي لك لاعبين يولي مشكل، يعني ندخلوا فيه مشكل، لكن نحاولوا أنا احنا قلنا نحاولوا نتأقلم مع الوضع ونشوفوا الحلول اللي بودنا نقدروا نستعملوها في هذه المباراة طيلة الأسبوع لتحضير الشباب بلوزداد باللاعبين هذو ولا بدون لاعبين. لا والله أولا نباركوا السي خير الدين زاتشي على ترأسه على الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، بالطبع هو كان رئيس نادي ونظن العمل اللي قام به من خلال سنوات على رأس نادي بارادو أو من خلال عطاء الكرة القدم الجزائرية خلى طابع حسن عند الجميع، بدون ما ننسى أن الحاج رورا أيضا عطى الكرة الجزائرية وقدر هو أيضا أنه يخلي بصمة تاعه من خلال العديد من المشاركتين في المونديال والعديد من الأندية، يعني مثل وفاق صيف خذا كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس سوبر الإفريقي، شاب مولودية بجاية واتحاد العاصمة كانوا في نهائي كأس إفريقيا في عهدة روروا، يعني نظن تكملة المشوار راح يكون إن شاء الله بظن سياسة جديدة عقلية جديدة، رئيس اللي محترم والناس كل يعني تجادلوا بذلك. والله ما عندي حتى معلومة في هذا من هذا الجانب، يعني الفريق الوطني لحد الآن خير الدين زاتشي ليس الأولوية يعني العاجلة بالنسبة لي لحد الآن، تكون في عدة أمور حتى يوصل الفريق الوطني. أنا قلنا دائما احنا إذا كان في نداء من هذا الجانب احنا نلبيه نداء الوطن، نداء المنتخب الوطني أي مكان ومع أي رئيس كان احنا رانا حاضرين سواء أنا وحتى الزملاء توعي في التدريب. إن شاء الله إذا كان فيه نصيب، نقدر نقول إذا كان فيه نصيب نقدر نعطيه الشيء اللي نعرفه والشيء اللي اكتسبناه من الخبرة ومن المعرفة في من خلال تجربتنا المتواضعة هذه، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع إذا كان فيه نصيب طبيعة الحال.